افتتح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي اليوم بهيئة مستشفى الجمهوري العام بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة بالصيانة الطبية الوقائية وإدارة التجهيزات الطبية داخل المرافق الصحية. وفي افتتاح الدورة التدريبية أكد الوكيل العرجلي أهمية هذه الدورة، خصوصا أنها ستعمل على صيانة وإعادة تشغيل الأجهزة المعطلة في مختلف المستشفيات العامة والمتوقفة نتيجة العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا، مشيرا إلى أن دورات أخرى يشرف عليها قطاع الطب العلاجي في الوزارة ستخصص لصيانة الأجهزة وتفعيل دور الطب العلاجي في مختلف المرافق الصحية. وتهدف الدورة التدريبية هذه إلى تأهيل وتدريب 20 مهندسا فنيا من مختلف محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة في المستشفيات الرئيسة على الصيانة الوقائية والمعايرة وإدارة الأجهزة الطبية داخل المرافق الصحية. مستشفى الجمهوري هذا الصرح الطبي الشامخ، وذلك لتفعيل دور الصيانة الطبية لفحص الأجهزة والتي وإرجاعها إلى التشغيل في إلى حالة التشغيل، لأننا نمر بظروف صعبة والبلاد في مرحلة عدوان غاش ومحصار جائر على بلادنا، لما يعاني من انعدام المحاليل الطبية وكذلك القطع الغيار للأجهزة الطبية. وهذه الدورات سوف تعيد بشكل كبير الأجهزة الخارجة عن الخدمة إلى الخدمة بإذن الله. كما تقرأون في العنوان، هذه الصيانة الطبية الوقائية التي توفر لنا الكثير من النفقات المالية، وأيضا تعمل على تفعيل وتشغيل كل الأجهزة والمعدات الطبية الموجودة في المستشفيات في عموم محافظات الجمهورية. وفعلا نحن بحاجة لمثل هذه الدورات خاصة في الصيانة الطبية، وذلك لتفعيل أهمية الصيانة والتفعيل والحديث عن أهمية الصيانة الطبية وكذا المهندسين.